حقبة صناعية كبرى بدأتها المملكة العربية السعودية في بدايات القرن الماضي، جعلت منها واحدة من أهم الدول الصناعية في المنطقة. وكما غيرها من القطاعات التي أسهمت في تطور الصناعة في السعودية، كان لمجموعة الزامل ولا يزال إسهامات أساسية في التنمية، فتبنت العديد من الصناعات الرئيسة في المملكة كصناعة الحديد والصلب والصناعات الإنشائية والخرسانية وصناعة البتروكيماويات وغيرها من الصناعات الهامة. وتوجت مجموعة الزامل هذه الصناعات العملاقة بتبني واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية في العالم، صناعة السفن، والتي كانت وستظل سبباً في تقدم ونمو العديد من الدول الصناعية الهامة في العالم كاليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة والصين. فحركة النقل هي انعكاس مباشر لحركة اقتصاد الدول، إذ يحتل النقل البحري على النصيب الأكبر منها لنقل مستلزمات الإنتاج والتنمية، إضافة إلى النفط بمشتقاته. ونتيجة لكل هذه المعطيات، رأت مجموعة الزامل في هذا المجال فرصة لاستثمارات تجاوزت مئات الملايين في الترسانات البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، لتتمكن من إضافة بعد جديد للاقتصاد الوطني. وقامت شركة الزامل بتشغيل حوض الملك عبد العزيز لبناء وإصلاح السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام منذ اليوم الأول لإنشائه، وتشغيل الورشة البحرية فيه، إضافة لقيام الشركة بتشغيل حوض شركة أرامكو السعودية في ميناء رأس تنورة. ومع هذا النجاح الذي حققناه وإصرارنا الذي لا يعرف المستحيل، دائما ما كنا نحلم ببناء قلعة صناعية عملاقة تضع الصناعة السعودية في مكانها الطبيعي بالعالم، بوضع يتناسب مع ما تملكه من إمكانات وموقع استراتيجي. فخططنا ونفذنا ووعدنا الوطن فأوفينا، وبذلنا آلاف ساعات العمل المتواصل، ووظفنا مئات الخبراء، وحولنا هذه المنطقة المائية إلى أحدث ترسانات بناء السفن بأعلى المعايير العالمية، وهذا ما نحتفل اليوم بإنجازه. ولم تكن نظرة مجموعة الزامل القابضة لصناعة وبناء السفن نظرة تجارية بحتة، ولكنها كانت ترى منذ اليوم الأول الأهمية الاستراتيجية لهذه الصناعة، ولذلك استثمرت 1,000,000,000 ريال في هذا المشروع الضخم لكي تتمكن من أداء دور محوري في تلبية احتياجات القوات الملكية البحرية السعودية وقوات حرس الحدود من هذه الصناعة. ولأن التنمية والتطور هي من صميم رؤيتنا الاستراتيجية، فلم يكن طموح المجموعة مقتصرا على نقل وتوطين تكنولوجيا بناء السفن، وتجاوز ذلك لتطوير صناعة السفن على مستوى العالم. فكانت ترسانة الزامل هي أول ترسانة على مستوى العالم قامت ببناء سفينة من نوع الأنكور هاندلينج بتقنية الديزل إلكتريك. وعند نجاح التجربة، قامت الشركة ببناء 10 سفن من هذا النوع، تعمل جميعها الآن لشركة أرامكو السعودية. إن هذا التطور الصناعي كانت وراءه فرق تخطيط عالمية عملت على تخطيط هذه المشاريع العملاقة بمهارة وحرفية، وفرق تصميم ضمت خبراء التصميم الأكثر خبرة ومهارة، والذين صنعوا ما لم يصنعه أحد من قبل بأعلى معايير الجودة العالمية، والتي دفعت أرامكو لتكون أكبر المستخدمين لسفن ترسانة الزامل. وتلت هذه النجاحات خطط توسعية على سواحل البحر الأحمر، وتم تشغيل مجمع حوض الملك فهد بميناء جدة الإسلامي، والذي يعد المحطة الرئيسية لعمليات الإصلاح والبناء في الممر الملاحي العالمي الرئيسي، لتصبح للمملكة محطة استراتيجية على طريق الملاحة الدولية وأهم صانع سفن بملتقى قارتي آسيا وأفريقيا. ولأن هذا كله من الوطن ولأجل الوطن،
فإن مجموعة الزامل جعلت من المواطن السعودي ركناً أساس ترتكز عليه في عملية التطور الصناعي بشكل عام، فهو عنصر الأمان للنمو وتطور الصناعة على أرض المملكة. ولذلك احتوت هذه الترسانة البحرية على مركز تدريب متقدم لتقديم خدمات التدريب للاستثمار في الكوادر المحلية. كل هذا جعلنا لسنوات موضع إشادة، فإنجازات ترسانة الزامل على مستوى الإنتاج والإبداع فرضت نفسها في مجال صناعة السفن. فالجودة لدى شركة الزامل ليست مجرد طريقة عمل، بل هي أسلوب حياة.